برغم الوجه الهادئ إلا أنها هي حديث البلد، فما ممكن يكون في حدث أو قضية تشغل الناس إلا وتكون هي من أوائل من يطرح قضاياه في برنامجها، وهو أحد أشهر البرامج الحوارية في لبنان. جوائز كثيرة حصلت عليها بالبرنامج اللي صار لها تقدمه أكثر من 6 سنوات. الإعلامية اللبنانية من أبو حمزة هي الليلة ضيفتنا في ستار تراك. أكثر من 20,000 متابع لمنى أبو حمزة على إنستغرام الخاص فيها، واللي يتضمن صور من جلسات التصوير وبرامج كثيرة كمذيع العرب، حديث البلد، وأيضا مناسبات كثيرة. منى ما تخفي فخرها بابنها أيمن اللي نشرت له 3 صور، وأيضا كشفت عبر إنستغرام عن نجميها المفضلين اللي هم رامي عياش وزوجته دليدة. الفيديو الوحيد اللي على صفحتها هو لما استلمت جائزة أفضل إعلامية لبنانية حسب استفتاء راديو دلتا، وكان مرافقها ابنها أيمن. آخر صورة نشرتها كانت لإعلان ديو المشاهير اللي هي عضو بلجنة التحكيم الخاصة فيه. فيسبوك منى في أكثر من 370,000 متابع، واختارت حكمة If you want to be strong, learn how to fight alone، عشان تكون هذه هي صورة الكفر. منى تشارك متابعينها بأخبارها وتكتب تعليقات كثيرة خصوصا عن توقيف زوجها بهيج أبو حمزة لدى السلطات اللبنانية، وكتبت آخر تعليق عن هالموضوع: فضيحة توقيف بهيج أبو حمزة 20 شهرا على ذمة التحقيق، إلى متى؟ بدنا شي حدا عنده ذمة يجاوبنا. حسابها على تويتر في أكبر عدد متابعين لها يوصل لأكثر من 400,000، ومنى تعيد نشر التغريدات اللي يكتبها عنها جمهورها وأخبارها. والصورة المشتركة بين الحسابات الثلاثة هي صورة اليد وفراشة كتبت عليها لا معنى للفراشات بدون حرية. أبو حمزة، أسامة الرحباني، طارق أبو جودي هم لجنة التحكيم اللي راح تقيم هالأصوات، لكن إيتي بالعربي بيكشف مين أيضا كان مرشح للجنة التحكيم. طرح فيفي عبدو، طرح تهيفا، طرح عمر مصطفى، طرح عمر أديب. بتعرف وقت نحن نعمل كاسين بيطلع كتير كتير أسامي. آخر شيء رسل البرنامج وإعداد البرنامج على هول الأسماء اللي عنا إياه هون، ونحن كتير مبسوطين إنه موجودين معنا. الظاهر أن أسامة الرحباني رح يضل مثل ما هو ورح يكون أقصى شخص في اللجنة، لكن زميلته منى أبو حمزة نصحت المشتركين كيف يتعاملوا معه. بدل ما نزعل منه، لا، خلينا نسمع له وناخد بنصيحته ونحسن لمرت الجاي. منى قاعدة تبدع في نقل الأحداث خلف الكواليس في ديو المشاهير. يعني من قبل الحلقة وهي قاعدة تنزل صور تحمس الجمهور، واضح أنها يا مريم قاعدة تحاول تتحدانا في الموضوع. تنافسنا يعني؟ أكيد. لا، ما راح تقدر. طيب نشوف هي ولا حنا.